تحت شعار دور الفاعلين المجاليين في تنمية الوجهة السياحية تراث ثقافة وبيئة، نظمت بمكناس أشغال الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للسياحة. المنتدى المنظم بمبادرة من الجمعية الإسماعيلية الكبرى يهدف إلى تدارس المؤهلات السياحية التي تزخر بها مدينة مكناس والمعيقات التي تعترض نمو هذا القطاع وتطوره وسبل تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة. ننظم المنتدى الدولي الثالث للسياحة بمكناس، ودور الإسماعيلية الكبرى كجمعية جهوية هو محاولة خلق فرص للقاء بين الفاعلين في مجال السياحة بمكناس وبجهة فاس مكناس. Les acteurs du tourisme de Meknès et la région de Fès Meknès. هذا المنتدى الذي جمع مهنيين في القطاع سواء من جهة فاس مكناس ومن خارج المملكة يهدف إلى التداول في الآليات التي من شأنها الدفع بالقطاع السياحي وتعزيز جاذبية مكناس المصنفة منذ سنة 1996 تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو. مدينة مكناس تتوفر على العديد من المؤهلات السياحية سواء تعلق الأمر بالموروث الثقافي أو بموارد التراث الوطني الذي يمكن تثمينه، كما تتوفر على مؤهلات كبيرة على مستوى البنيات التحتية. المنتدى الذي نظم على مدى 3 أيام بتعاون مع عمالة مكناس وغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس بحث في مواضيع ذات صلة بالتنمية السياحية الجهوية وتشجيع التشغيل والتكوين المهني في قطاع السياحة. هذا اللقاء المنظم أيضا بتعاون مع المكتب الوطني للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية عرض تجربة جهة أوكسيتانيا الفرنسية حول التنمية السياحية الجهوية ومعرضا للسياحة ومنتجات الصناعة التقليدية، كما شهد توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة وزيارات لمواقع تاريخية وسياحية بمكناس وأزرو وإفران.